هذه إحدى محطات النقل في قلب مدينة زويرات. من هنا يبدأ تشكل حلم هؤلاء بثراء سريع قد تحمله لهم مغامرة الذهاب إلى قلب دور. إنها مجازفة أو ضربة حظ، فربما يحصل هؤلاء على ما يطلبون، وربما لا قدر الله يعودون بخفي حنين. رحلة البحث عن قلب دور تبدأ من مدينة زويرات. إجراءات سفر بشروط تتطلبها ضرورات الأمن والسلامة في منطقة صحراوية تقدر مساحتها بربع مساحة البلاد. التواجد فيها يشكل تحدي في حد ذاته كبير، وبالتالي تم التنسيق ما بين الإدارة ووزارة المعادن والإدارة المحلية والسلطات المحلية مع المؤسسة العسكرية من أجل طرح طريقة وتعديد الآليات التي يمكن من خلالها تنظيم العملية بشكل سليم بشكل صحيح. وفي مقدمتها أعلن لا يسمح السيارات رباعية الدفع بالتواجد في المنطقة، بالنظر لأنها بكل بساطة أنها تتخاف هي وسيارات المستخدمة من طرف الأعداء المحتملين، وبالتالي تواجدها ما يسمح بإمكانيتها أنها يتم الاختلاط بها في أي لحظة بالنسبة لك العصابات. وعلى ذلك الأساس أعلن ما دام سيسمح الموريتانية بالتواجد لابد من التأكد من أمور. أولا لابد يعود الشخص جنسيته جنسية موريتانية يحمل الأوراق الثبوتية على ذلك، وبالتالي لا يمكن أن يتواجد أي أجنبي داخل هذه العملية. ناحية ثانية لا يمكن استخدام سوى الشاحنات اللي ما يمكن التحكم فيها ولا ما تختفي هي وشوخر. ناحية ثالثة لا بد من المرور من منطقة معينة من طريق معين محدد شور هذه المنطقة ذهابا عودة، وعلن السفر ليلا لأنه ما مسموح. لابد أن أشير هنا إلى أهمية زيارة اللي أدها فخامة رئيس الجمهورية للمنطقة، اللي وقف على وضعية هؤلاء المواطنين المتواجدين في أي المكان، وبدأت التعليمات تصدر منه فخامته فيما يتعلق بتسوية وضعية المياه والتسهيلات المقدمة في ذاك المجال، بالإضافة لقضية الصحة اللي تعتبر أيضا هي أساسية، بالإضافة لقضية الاتصال. توجدت اللي هي شركة موريتيل واللي هي تبدأ تغطية الاتصال، توصيات كاملة اللي متعلقة أيضا بتسهيل والله المساعدة في تسهيل حياة المواطنين المتواجدين. فهم غير مولي في نفس الوقت كان فهم ذاك التأكيد على أهمية الحفاظ على رسالة المواطنين كاملين المتواجدين في حماية الأمن والاستقرار، وعلى أن الواسع السيارات ما تعطى الأسباب اللي قدم بها فخامة الرئيس. بعد اكتمال وثائق الرحلة يتوجه المرشحون للسفر إلى قلب دور إلى شاحنات مخصصة لنقلهم في أماكن متعددة من المدينة. أول مرة لي نقامر هذه المغامرة، ولي خصوص التجهيزات جهزت لها نفسي تو والله قبلش من هاي المعدات القديمة يعني مرتو والآلات اللي هي وتوه ماشي نجرب حظي. الوصي ذا الخرق اللي جاي من يكشف فروقات ومشفار القبلة ومشفار كل أرض، هذه أرض من أراضي موريتانيا اللي ما يعرفوها أراي خطيرة من قد البرد، بردها ما أوكي البرد شور ثاني. يلا تحدي ركز على شيء قال له دفء البجوات ويالت ويقبض الماء الكافي بيه اللي أرض قاحلة يعني تطرح حجرة وتمشي منها كيلين ولا 30 كيل تشكل لها كدية. أكثر من 15,000 مواطن بحسب إحصاءات شبه رسمية يتواجدون حاليا في منطقة قلب دور، يقضون ساعات النهار جريا خلف تخمينات وتوقعات بوجود الذهب، وعندما يرخي الليل سدوله يتحلقون حول أعواد حطب مشتعلة تذيب صقيعة تيرس الشديد في مناجاة تستمر لساعات. سعيد الحبيب للموريتانية قلب دور.